الدعارة زادت، المخدرات زادت، كله. ليش تحملها التيار الديني؟ من اللي كان يسيطر على الدولة؟ من قاعد يسيطر على النهج؟ أنت هذا ضربت هذا المثال، تعتقد لولا التيار الديني هذا الداخلية تسويه؟ إحنا كنا بلد منفتح، كنا بلد منفتح، حفلاتنا موجودة في أوتيلاتنا، حريمنا أمهاتنا خواتنا يلبسون حفر عادي، سفور عادي، سووا لك ياكل جرائم، غيروا شكل الدولة. ممتاز، شو اللي نتج عنه؟ ما الذي استفاد المجتمع من سيطرة الفكر الديني وسطوته؟ شنو؟ ولا شيء. الشيء الوحيد اللي استفدناه أن كل واحد صعلوك ما عنده شهادة سوى نفسه دين حفظ آيتين ثلاث صار شيخ دين وقام ينهب هالفلوس. كلهم اللي يجمعون تبرعات مليونيري عندهم عمارات بانينها على ظهر الإسلام وعلى الدين هذا، شو اللي استفدت أنا منكم كمجتمع؟ ولا شيء. العز قاعد يرجع لي ورا.